تخرف يا عالم بلاد فوق السهل والوادي رفرف يا عالم بلاد فوق السهل والوادي روحي والله روح وادي روحي والله روح وادي نبديها رفرف يا غالي رفرف دايما بالعالي رفرف رفرف يا غالي رفرف دايما بالعالي يا رمز الاستغلال يا رمز الاستغلال يا رمز يا رمز استغلال حولك كل تجمعنا وعنك بالأرواح ندور احنا عنك بالميدان سود وعنك بالأرواح ندور وبهمة أميرنا العود وبهمة أميرنا العود وبهمة أميرنا العود ساكن المجد بدولتنا رب 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 يا عالم بلاد فوق السهل والوادي رب رب يا عالم بلاد فوق السهل والوادي روحي والله روح وادي روحي والله يسلم هالصوت يسلم هالصوت ومساكم الله بالخير مشاهدينا حياكم الله معانا وليلة جديدة إن شاء الله تكون سعيدة على الجميع حياكم الله الليلة راح تكون مع فنان تميز بالصوت الجميل الأصيل اللي دائما نسعد بوجوده معانا مساء الخير عبد الله أهلا غادة مساء الخير مساكم الله بالخير مشاهدينا طبعا اليوم شفتوا طبعا بداية الأغنية فيصل سعد فنان الكبير أبو حمد منورنا اليوم سريع كلكم هاشتاج لأهل الكويت وطلبوا الغالي اللي تبونها إن شاء الله راح يا هلا فيكم يا هلا مرحبا فيكم شاكر لكم الدعوة الجميلة هذه في هذا البرنامج الجميل جدا الحقيقة أنا متابعينه الحقيقة أحب انتزال الفرصة أني أهني شعب الكويت وعلى رأسهم سمو أمير البلاد ولي عهد الأمين وكل المقيمين والموجودين على أرض الكويت الحبيبة فهم بمناسبة هذه العيادة والله راح تكون ليلة من ليالي السعد أكيد أكيد إن شاء الله وإن شاء الله مشاهدينا يسعدون معانا بهالليلة الجميلة ودخلتنا على طول بالأجواء الوطنية نعم مع نعم هالأغنية الحلوة ما يحتاج شان كل المناسبات أكيد بس خلنا نتكلم عن البدايات أبو حمد يعني بدايتك ما شاء الله بسنة 1987 بلشت مع فرقة التلفزيون
التلفزيون نعم. الفرقة أيه. العريقة، الفرقة الجبارة نعم. يعني خلينا نتكلم عن ذكرياتك الجميلة مع الفرقة. أول شيء فرقة التلفزيون أنا من 81 بديت فيها كعضو واستمرت تقريبا لغاية 85. طبعا فرقة التلفزيون تعتبر مدرسة، علمتنا الالتزام، علمتنا السولفيج والموسيقى واللقاعات، علمتنا يعني المواجهة مع الميكروفون ومع الجمهور، علمتنا الالتزام بالمسرح بالمواعيد بالأمور هذه كلها، وأيضا تثقفنا بالنسبة للفلكلور اللي كنا ما نعرف عنه شيء حقيقة. صحيح. الفلكلور الكويتي الغني الكبير يعني اللي تعلمته الفرقة التلفزيون حقيقة جدا فادني في مشوار الفني. من عقب الفرقة حسيت أنك يعني لازم تستمر بالإطار الشعبي اللي أنت نشأت فيه مع فرقة التلفزيون؟ إيه نعم، أنا أحب الشعبي وحبيت الشعبي أكثر بعد ما انضميت لفرقة التلفزيون. يعني شفت أنه في بحر جديد غريب علينا صراحة، ما كنا يعني ما كنت أتوقع أن في فنون جميلة بهذا الشكل. طبعا بعد هذا الخبرة مع العمالقة الكبار غنام الديقان ومرزوق مرزوق الله يرحمه وبدر جويهل وخالد زايد والقطامي أبو فيصل أحمد القطامي، علمونا الكثير من الفنون وحقيقة عرفت قيمة الفن الكويتي من فرقة التلفزيون. واستمريت على هالمنوال هذا، ما حاولت أنك تغير جلدك أنك تروح أكثر للأغاني الطربية مثلا الثقيلة أو الأغاني العاطفية العادية، ظليت على بالعكس الخط بالعكس الشعبي. أنا مهتم بالفنون الشعبية، مهتم بالفن في الكلور الكويتي بنفس الوقت. يعني تؤمن بالتخصص؟ أكيد طبعا. أي تخصص ولا كل صوت يلوق لشيء معين وخلاص يظل على هال؟ لا التخصص هو أفضل، يعني لو كل فنان يتخصص بشيء أتوقع أنه بالنهاية نحصل على جميع الألوان بجودة عالية. يعني ما شاء الله أبو حمد أنت تاريخ كبير 31 سنة. نعم. لكن ليش يعني مقل بالكليبات؟ تقريبا 10 كليبات عندك. والله أنا ما كان هدفي أساسا في البداية كليبات، أنا هدفي كان أني أغني سامري والفن الشعبي، أشارك الناس في حفلاتهم وفي سمراتهم وفي مناسباتهم السعيدة، يعني ما كان هدفي أني حتى أسوي ألبومات. صح. لكن تدري شركات الإنتاج بذاك الوقت كانوا يطمعون في فنان شاب، وفعلا سجلت يعني مجموعة ألبومات يعني من ضمنهم أشهرهم أصلي واحد واثنين وثلاثة اللي من ضمنهم أنا يخلي ما قصرت وبلوتي بلوة وأكبر يا حمام وبالله يخلي والمجموعة هاي الجميلة من خلال الألبومات الشعبية. بس الكليبات أبو حمد يعني دائما احنا نشوفه لا زال يعني تساعد بانتشار الممثل، خاصة انت شايف يعني اختلاف القنوات الفضائية في هذا الوقت. نعم اكيد يعطي انتشار، يعني ما تحس ان هذا الشيء ايضا يساعدك على طلب الناس لك بالحفلات؟ والله انا فعلا انا بعد ما صورت كليبين ثلاثة في بدايتي يعني الحقيقة سوت لي انتشار كبير جدا. هذا في المحطات الفضائية كان في بدايات هذاك الوقت يعني بعض المحطات الفضائية المشهورة، وانتشرت الكليبات واصبحت يوم وليله الكل يعرفني يعني منطقه الخليج. بالعكس الكليب اكيد لا اهميته. احنا نبي اغنيه خاصه بحضرتك. أي. من الاغنيات اللي انشعت وايد. نعم. أي. شنو تختار لنا الحين؟ اكثر شيء اغنيه انشهرت اللي هي نواخذ. يا نواخذ. الله ان شاء الله. حاضر يلا نواخذ. حاضر حاضر. Hey, hey, hey.
وحرمه هلا هلا بالمراكب وبالفت وحرمه هلا هلا يا نواغي دوني معاكم هلا 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 يا نواغي دوني معاكم هلا 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 ثم اطرحوا بي على مرسى المحب هلا 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 ثم اطرحوا بي على مرسى المحب لا تعزم عليهم هلا هلا هو الجراح لا تعزم عليهم هلا هلا المراكبهم وعزم عليهم هلا هلا المراكبهم وعزم عليهم هلا هلا يا نواغي خذوني معاكم هلا هلا يا تابعونا في ليالي الكويت مع الفنان الشعبي سعود المزيعل وسهرة خاصة بمناسبة العيد الوطني الأحد الجاي مع الفنان الشعبي سعود المزيعل استمرنا معكم مشاهدينا مع الطرب الأصيل الطرب الشعبي الجميل وليلة جميلة ليلة فيصل السعد محمد والله أنا سعيد جدا أنك موجود معي بس عندي سؤال قرقع بالقلب تفضل تفضل شوف عندي سؤال هنا مسجل يقول يعني ما شاء الله صوت جميل ومحافظ على شبابك ما تكبر ما شاء الله تبارك الرحمن خاف من الحسد طبعا الحسد أعوذ بالله من الحسد الله يكافينا شره يعني مهم يكون كذي ابو حمد الفنان لا اطلالا مميزه يكون جميل محافظ على يعني اناقته بنفس الوقت اكيد صوته والله انا يعني جدا عادي يعني لا اتوقع اني يعني حتى اروح نادي ولا كذا ولا اسوي كذا ابدا عادي طبيعي جدا بس اهم ما في الموضوع بروده القلب عبرت القلب وما أندم على أي شيء يعني صار مثلا سيء أو كذا دائما أطنش وأطوف وبرد قلبي وسامح وأطوف المهم على أساس تمشي الحياة بهدوء يعني مسالم مسالم إلى أبعد حدود وهذه طبيعة الناس اللي يعشقون البحر عرفنا لك طلعات للبحر ويعشقون وين محمد تحديدا عمان نعم نعم عمان نعم البحر طبعا نشوف الفيديو مع بعض مشاهدينا ونرجع نسولف عنه الفيديو يعني هذا ابو صخر الحين تو نطلع نويبيه سمارق الحدق علاج شوفوا صيدنا هذا صيدنا لحد الان نويبيه ¿Tiene récord?
هلالي هلالي وصادق تبيهم تبيهم. إيه إحنا قاعد نسولف توا أنا والحداق بسميه أبو حمد. أبو حمد يعني حداق كبير. والله محمد يعني قاعد نشوف طبعا مشاهد حلوة هذه بعمان بس قاعد نسولف. نقول لكم الفيديوهات أنا هذه أم مصالح كندري. إيه والله يعني طلع فيديوهات ما أدري من وين بس إحنا إيه هنادي شفيت. المهم فاحنا نبي يعني شنو سر الخلطه هذه؟ ايش كنتوا يعني شلون تصيد عندكم يعني وبنفس الوقت قاعد تسولف لي تو تقول بدون يم اللغه سالفه الحين يمالي. الحين الصيد الحديث الحين التكنولوجيا ما خلوا شيء قاموا يجيبون لنا طعم اصطناعي اللي هو السمك اللي فيه لمعه مثل شكلها مثل السمكه وتهدب فيها وتصيد احسن من اللي يسمونه الجيج يعني حط هذا وكانها سمكه قاعد تسبح في البحر و وتصيد يعني يقولون قبل الصيد يبي له او الحداق يبي له طوله بال. نعم ايه. واحنا نشوف الحين الشباب كلهم بالهم مو طويل ولا وسيع والله بالعكس فعلا يبي له طوله بال يعني احيانا مثلا نصبر على نوع معين من انواع السمك مثل السبيطي او الهامور يبي له صبر صيده يعني يبي له صبر يبي له حسبه مايه يعني مو على كل وقت على الصيد لا لا تيار معين وقت معين وشهر معين ويوم معين مرات بالفير مرات نص الليل مرات الظهر بعز الشمس يعني حسبه لها حسبه يعني على كل تخيل كل اسبوع بالسنه لها نوع من انواع السمك كل اسبوع بالسنه. زين ابو حمد انت محب للحداق حيل يعني كلش كثر تروح عمان؟ تقريبا كل شهرين ثلاث شهور. اي وبس تحدق بعمان ولا لا اي مكان اروح بعد. اي مكان في اي مكان بالعالم اروح مثلا امريكا أوروبا بيروت أي مكان أجر يخت وطراد وروح نحدق لازم يعني حدقت في المغرب حدقت في أمريكا حدقت في لبنان حدقت في الإمارات في قطر في السعودية في عمان طبعا أكثر شيء. أي مكان اللي يعجبك أكثر شيء الصيد فيه؟ مو الصيد بس أم أحمد السمكة. السمكة الحلوة والله أطيب سمكة بالعالم بالكويت. الله بالعالم كله كبيرة الغالية أطيب سمكة كذوق وطعم بالكويت ما في بس كحداق متعة في سلطنة عمان. في عمان نعم. قاعد نتحكي عن الحداق ونتكلم عن السمك نبي صوت نبي صوت كويتي أصيل صوت إن شاء الله صوت حداقي كذي إن شاء الله إن شاء الله نسمعكم أغنية من الأغاني الجميلة اللي كنا نسمعها بالسابق. لها قصة أغنية حلوة من الأغاني الجميلة اللي كنا نسمعها بالسابق يمكن بعض الناس ناسينها لكن نذكرهم فيها الحين. يلا طيب. إن شاء الله إحنا مو ناسينها أبو حمد. السؤال ما ربين شكواك ما ترد السؤال
واي بترد السؤال وتاج تاج تاجي حسنك علمك كيف الغزل تاج تاجي حسنك علمك كيف الغزل رموش العين وهذا يستم هالصوت يعني من غنيت والهاشتاج عندنا ولا ساعة أشوف أم محمد ما شاء الله قاعد تشوف تويتر على هاشتاج ليالي الكويت ومبسوطين جدا بهذه الليلة والناس تحب يوم الأربعاء لأن فيها كمية طرب كبيرة طربية. ما شاء الله دائما نكون عند الوعد واليوم الوعد بعد جميل جدا بوجودك معنا الله يسلمك وأنا سعيد بس قصيت علينا قلت تغني صوت صوت إن شاء الله نقول صوت مو مشكلة بس مو محضرين صوت ولا واحدة نقول صوت إن شاء الله عندكم راويس شباب ما في اول مره تقول لا ان شاء الله مشكله المهم نذكر طبعا الساده المشاهدين لا تنسون هاشتاج لال الكويت فريق تنسيق ومتابعه يتابعون كل كلمه تكتبونها هاشتاج لال الكويت وعندنا الليله ليله فيصل السعد طبعا الناس قاعد تسال يعني ان تغيب وترجع وتغيب وترجع يعني ما نلاقيك موجود على طول بصوره عامه والله انا موجود حسب يعني حسب الطلب حسب المناسبه مرات يعني بالسنوات اللي طافت دائما اكون برا الكويت يعني وقتي تقريبا 70 80% اكون برا الكويت الان تقريبا صار لي سنتين او ثلاث لا بديت استقر خلاص يعني شنو في اسباب معينه والله ما في والله سفر وشغل وحفلات خاصه وارتباطات مع شخصيات و أي. اي يعني بس محمد انت مو شايف يعني قله الظهور الاعلامي ممكن حتى تاثر يمكن على فنك يعني انا فنان مثلا ناسي لو اشوفه بلقاء طالع اتذكره اقول خنيبه مثلا نعم ونبرس. نعم اكيد يعني هذه الشغله بالعكس يمكن تجدد حتى شغلك اكيد الظهور الاعلامي اكيد لقاءاته يعني المشكله انه ما في جديد انا لو عندي جديد اظهر على الاعلام لكن في السنوات الاخيره وقفت شركات الانتاج بالكويت وتوقف الانتاج خاصه بالنسبه لي انا يعني ما في يعني الانتاج تقريبا شبه توقف صح الا على الاجتهاد الخاص يعني ممكن نسوي سينجل اغاني السينجل اي مثلا صح. مشاركات جلسات شبيه وزاره الاعلام في مناسبات تكريم فنانين عن طريق المجلس الوطني للثقافه والفنون يعني اكون متواجد تحب اكثر شيء انك تكون موجود بالجلسات ولا بالحفلات الحيه هي يعني الجلسات هي حفلات حيه نفس الشيء لا الجلسات يعني قصدي تصوير التلفزيون ولا تحب انك تكون موجود على المسرح وتغني مع الفنانين والله انا افضل اللايف الغناء اللايف يعني وجها لوجه مع الجمهور سواء في جلسات الخاصه او على المسرح يعني انا افضل من الاستديو بالنسبه لي أنا. تحس بالتفاعل معاهم محمد اكيد طبعا اكيد زين محمد خلينا نتكلم شوي عن يعني نقول اختلاف او تداخل الفنون الخليجيه بين بعض يعني الفنون الخليجيه كلها تقريبا متشابهه خلينا نعرف شو الفرق بين الفن الشعبي الكويتي عن الفنون الخليجيه الشعبيه
شوف كل دولة بالخليج لها لها هويتها بالفن الشعبي. يعني أنا الحين إذا سمعت إيقاع معين أقول هذا لا هذا مثلا إماراتي، هذا مثلا فن بحريني مثلا. اي طبعا الآلة نفسها ولا من الإيقاع؟ الإيقاع نفسه من الإيقاع، من تفعيلة الأغنية من الإيقاع أقول لك هذا فن عماني. وفنون البادية كثيرة، وفنون فنون البحر كثيرة كثيرة صح. كثيرة يعني، وسواحل عمان فنون لا تعد ولا تحصى، يعني أشياء متداخلة مع الهند ومع أفريقيا ومع زنجبار ومع إندونيسيا، تخيل يعني. صح. يعني أهل سفر إيه؟ فلازم نتعرف على كل فنون العالم. أكيد. فحلو طبعا. لما تلاقي أن هالثقافات هذه كلها تخلق لك ثقافة جديدة. نعم. وفن نعم. شعبي نعم. جميل. نعم. نعم. يكون في آلات قد تكون يعني شوية غريبة. صحيح. نوعا نعم. ما صحيح. أنا شايف العود اللي بيدك غريب، هذا إلكتروني. هذا العود مسمي أنا تيكاوي، هذا حق السفر. عود تيكاوي سلم ضعيف يعني، خفيف وسهل حق الطيارة، حق الكذا، حق ويؤدي يعني يختلف طبعا، يعني يختلف. يعطي نبرة مختلفة عن العود الطبيعي المجوف. احلى بكثير. اي العود الطبيعي احلى بكثير، بس هذا يعني اساس اللزوم زوم حمد. الحين دام تكلمت على العود هذا، خلينا نتكلم شوي على الآلات الحديثة اللي تخلط. ما يعني انا قبل شوي شفت شباب معطار تشجعت فيه. أي. يعني هذه الآلات الجديدة الحديثة ما خربت على الآلات القديمة قبل، يعني كانوا يطبلون حتى على الأرض صح؟ قبل ما عندهم آلات يعني والله ما يطلع الصوت جلسات بلو دب 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 صح صح. يستخدمون الخشب، يستخدمون الأرض، يستخدمون الأرض اللي حال طويسات على حسب البيئة يعني كل ناس. ويعني في البادية ملالات يعني ما عندهم آلات شعبية مثلا مثل الهجيني وكذا، على حسب يعني البيئة. الحين الناس تحسها ما قام تستهويها يعني الآلات القديمة، حس كل شيء الجيتار والشغلات طبعا أكيد هذه. أكيد لا الحين دخلت الآلات ودخلت الفنون وامتزجت الفنون يعني دخلت الفنون علينا وامتزجت الفنون وصار عندنا فنون كثيرة الآن. يعني أنا خاطري صراحة أسمعك بالشرقي. أنت انشهرت أيضا بحفلات الأعراس دائما أغنية سواح الكل يطلبها منك، فإحنا نبي نسمع صوتك شي على رواء وإحنا بالاستوديو بأغنية شرقية علشان يعني نونس الجماهير كلها. الشرقي قصته بالأفراح، أنا أول إذا أول أفراحنا تبتدي من الساعة 9 لغاية الصبح. أي. فأحب أسوي بريك في 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 الفرح، يعني أغير شوية، أسوي يعني شيء أغير أكثر الجو، أكثر الجو. فقمت أغني شرقي. والحقيقة بالسالفة هذه صارت يعني صارت تغيير جديد في الحفلات عندنا، وصار لها طلب وصار لها جو آخر يعني يعني حقيقة يعني يدخل المرح والسرور على الموجودين. غير سواح شنو أكثر شيء ينطلب شرقي منك؟ بنت السلطان. بنت السلطان. نعم اي نعم. هي اكثر واحده سواح ولا بنت السلطان؟ لا لا اكثر شيء عليها طلب سواح في بداياتنا، وبعدين اغاني فريد الاطرش، اغاني كارم محمود، عنابي، امانه عليك، واغاني فريد الاطرش، عبد الحليم حافظ طبعا اكثر شيء. اي شنو راح تسمعنا شرقي؟ بس امانه عليك تطول بس على العود، ما نبي الفرقه، ايش رايك؟ نبي نسمع صوتك فقط. زين. عربيه مغنيتك يعني مو كوتها ما انا حكي عندك لون وحط كلمات من عندي تناسب ال يا ليل طول علي
يعني ابو حمد امتعتنا امانه بس يعني في شغله ودي اقول لك اياها. صعب الانسان انه ياخذ اغنيه مثلا تكون اغنيه شرقيه ويكوتها ويؤديها بشكل حلو. نعم. انت اديتها بشكل جبار سلمك. انا بعد متقيد انا ودي انطلق شو. لا جد احنا ودنا تنطلق يعني احنا بالحفلات شويه ما عندنا بالجلسات يعني ناخذ راحتنا شويه كم متقيدين نقدر نقول لكن يعني الحين قلنا لكم نبذه من اللي نقوله. السؤال هو شنو الأغنية أو اللي بخاطرك فعلًا إنك أنت تكوتها ما غنيتها يعني ودك تأخذ أغنية شرقية ببالك ودك تكوتها وتغنيها؟ والله وايد أغاني شرقية جميلة جدًا بس على حسب الجو اللي يناسب مثلًا الجو الجلسة أو الفرح أو يعني على حسب يعني كل أغنية أقدر أضبطها. طب خلينا من أغاني الأفراح وطلبات الناس. أنت لما تدندن شرقي بينك وبين نفسك يعني شنو الأقرب شيء لك؟ يعني مثلا فريد الأطرش، كارم محمود، يعني سمعناك فيهم. والله بالطربي لا أم كلثوم. أم كلثوم لا لا بالطربي تغني لها طبعا أكيد. دائما احنا في يعني نختم في أم كلثوم دائما نختم في خلاص تكون الجو تمخمخ والناس ضربت نطربهم في أغنية لأم كلثوم ويسون يروحون مبسوطين بس يحط راسه على طول. ها نعم نعم هذه ايش رايك نختم فيها ودي حاضر حاضر لا بس الشهر هذا شهر كل اعياد وطنيه لازم نختم وطني. تبي سامري وتبي فنوننا الكويتيه الجميله. حاضر حاضر شنو مجهز لنا الحين؟ من اغاني سعود مخرج لنا ابي سامريه من اغاني اصلي واحد يا ناس دلوني درب السنع وينه هي سامرية بس أنا قلبتها سامر النقازي وبلحن ثاني. حلو. واشتهرت الأغنية ولا بس ناخذ كبير. هذا الفاصل على ما تستعدون لها ومشاهدينا خلكم معنا وليلتنا ليلة السعد مع فيصل السعد. Oh, 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 oh
درب السلاوي يا وجه مزيوني يا وجه مزيوني والله يا وجه مزيوني بالطولي وزيني يا لال يا لالي يا لالي يا لالي يا ناس خلوني درب السلاوي كتر فارقه على كتر فارقه والسلبي ميال يا لال يا لالي يا لال يا لالي يا ناس سألوني درب السلاوي يسلم هالصوت مره ثانيه. محمد خلينا نرجع شويه بالذكريات معاك لورا يعني كانت عندك طبعا مشاركه في مسرحيه اسمها يكفيك شرها. يكفيك شرها اي نعم يكفيك شرها اي نعم يعني كان هذه مشاركه واحده. وين راحت الهبه هذه؟ قبل كان في مطربين كثار يعني منهم طبعا الفنان الكبير نوال وخالد بن حسين كان هم يغني اعتقد مع نوال اعتقد في مسرحيه صحيح نعم النينجا وش كذا نعم. يعني كانت في مشاركات للفنانين في المسرح يغنون فقره لكن هاي الشغله اختفت. والله على حسب المسرحية وعلى حسب نوعية المسرحية يعني كان في فرصة المسرحية هذه اللي شاركت فيها كان في فرصة أن مناسبة عرس أو كذا وكذا جايبين مطرب فصارت الفرصة أني أشارك. يعني قصدك أنه لازم يبرر راميا وجودك نعم بالمسرحية نعم مو نعم فقط كممثل لا أنت جاي كمطرب. نعم نعم صحيح نعم أكيد. أي بس ما تحب أنك تخوض تجربة التمثيل؟ والله انا لي بالتمثيل يعني انا ما عندي مشكله لو امثل ما عندي مشكله اعتقد يعني انا حاس اني اقدر امثل وادي بس تمثيل مع 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 الغنى صعب شويه. اي ارتباط بارتباط ارتباطات ترى تعب محمد. اي والتمثيل شويه انا عارف التصوير نبي نشوف يعني الوجه الجديد الدراما الكويتيه. حاضر كان في من زمان عرض علي مشروع مسلسل تلفزيوني على احد الفنانين الكويتيين اللي وما انا عارف اللي صار تم اختيار شخص ثاني ولا كنت يعني بشارك في هذا المسلسل. زين شلون الاداء التمثيلي والله يعني انت الحين بتمثل شيء ما حسيت انه يبي له اداء ما فكرت انه مثلا انه شيء ممكن يكون صعب يمكن الجمهور يتقبلك ترى يمكن تخسر جمهور يمكن يمكن يعني مجرد تجربه يعني وانا والدور اللي بقوم فيه دور مطرب وحتى التمثيل كان عبارة عن الكويت قديما يعني الله اي يعني الجو القديم والكويت ايام اول هذه هم يعني غير الاغاني التراثية الدراما التراثية الدراما التراثية نعم نعم اكيد اي عيلة تروح يوم البحار وايد والله احب القهوة الشعبية ويوم البحار اي اروح صراحة اي استانس استمتع مع انك يعني احنا ما نبي نكبرك بالعمر انت صغير بالعمر لكن مودك مال كبار مال شياب مود حياه الفهد وايد نعم فيها تحيه كبيره طبعا يعني شيء جميل يعني فن وفلكلورنا وجونا القديم الكويتي وايد حلو. احس ان الجيل الجديد الحين صار وايد يرجع له. نعم انت طلعت بالثمانينات وبالتسعينات ما كانوا وايد الناس يروحون للتراث القديم صح نعم نعم وطلعت بفتره يعني انت كنت وايد بارز لان كانوا قله جدا صحيح ابتعدوا عن الصح الكلور الشعبي وصار يغنون الاغاني المودرن الجديده الايقاعات الجديده انا عكست التيار انت رحت لورا وهذا اللي دفعك للامام أيوة وهذا أيوة شيء وايد نعم جميل نعم نعم صح كلامها صح ام احمد رحت لورا وهذا دفعك للامام انت تارك بصمه ولا زالت موجوده لكن ابي نعرف من الفنانين الشباب الجيل الجديد يعجبك يعني تحس انه يعني تقول هذا ممكن ممكن يصير امتداد لك الجيل الجديد الشباب والله انا صراحه ما اسمع في الجيل الجديد لكن يغني مثلا الوان شعبيه مثلا لكن اللي يجتهد بهذا المجال ينجح
لان كلامك ابو حمد دعم اساسا للشباب، يعني تذكر اسم اسمين بالعكس ممكن راح تشجع الشباب. اكيد الشباب الجيل الجديد من الشباب اكيد اللي يهتم في الموضوع هذا راح ينجح يعني. يعني والموضوع كبير وما له نهايه صراحه يعني. اي ولدك حمد كان موجود معنا، اعتقد ما زال موجود معنا. اي نعم حمد، اي نعم. عنده ميول فنيه راح تدعمه اذا قرر انه يغني؟ والله من اسبوع مكلمه انا، هو صوته جميل واداءه جميل وله حضور على المسرح، ومن اسبوع قلت له ها حمد ايش رايك؟ الساحه فاضيه، يعني انا شايف ما في صف ثاني او ثالث عندنا في الكويت. تطلع يعني أغاني وطنية، يصير مطرب الرسمي مقاني أغاني وطنية، أغاني مناسبات. يقول أفكر يعني حمد أنت إذا طلعت حمد إيش رأيك أنت ويانا الحين نطلع فاصل ونحط لك كرسي؟ قبل نطلع فاصل أنا راح أكون الموديل مال هذا مال الكليب مالك، أول كليب. يلا أنا العارض مال الموضوع. بس هم يحبون التراث. تمثيل تراثي أو كمان شماغ. لا لا على فكرة صوته جميل، أنا ما لو صوته مو جميل أنا ما أنا ما أجامل بالفن نهائي. صوته وأداءه جدا جميل. كاب يقطع عليه سعود المخرج الحين. لا قاعد بالظلمة إحنا نبيه بالنور. سعود يا ريت تحضر له كرسي نطلع هذا الفاصل ونرجع لكم من بعده. إيش رأيك هذه يعني هذه كذي على الهواء طلعت الحين. برا الحسبة. برا الحسبة. بس حلوة حلو الهواء علشان كذي. نرجع لكم إن شاء الله مشاهدينا، بس نطلع هذا الفاصل وراجعين لكم. تابعونا في ليالي الكويت مع الفنان الشعبي سعود المزيعل. وسهرة خاصة بمناسبة العيد الوطني. الأحد الجاي مع الفنان الشعبي سعود المزيعل. الربا الفاحش مو موضوع عادي، الربا الفاحش جريمة معاقب عليها جزائيا. طبعا هذا الشخص لما اعطاني فلوس مو لسواد عيوني، ابدا مو لسواد عيوني، اعطاني اياه وخذ فوقه فايدة. علشان تروح تشتكي على هذيل الشركات ان هذيل ربا فاحش، اثبات الموضوع جدا 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 صعب. هذه الاجراءات جدا خطرة، انت ما تتمنى ان فلوسك اللي تدخلها على بيتك وعلى عيالك تكون من هالامور المحرمة. يا وطني
السعد وفيصل سعد مع ولدك الله يحفظه ويطول بعمره. سلمك 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 امانتين. بس انا ودي اوجه شكر حق فرقه ارتس جروب بقياده عبد الله عدنان، يعطيكم العافيه يا شباب. منورين شباب، منورين. انا اعتذر منكم، مو مجهزين بروفا ولا مجهزين حتى حمد ما يدري بينا ولا اتفقنا قبل الهوى. وانا اعتذر بعد من مخرجنا استاذ سعود الرمح، يعني فاجئنا على الهوى. لكن وجودك يا حمد صراحه اضافه جميله، ونتبناك احنا بليالي الكويت. وبعد ما سمعنا هالحس الحلو هالصوت الحلو، يعني انا بصم انه راح يكون لك مستقبل بالغنى الكويتي. لازم تكون موجود. انا اتشرف اولا بوجودي. اسمايات التهاني والتبريكات سيدي صاحب السمو ولي العهد الامين للشعب الكويتي، ومناسبه طيبه الصراحه. مفاجاه كانت اليوم. انا وين عامل حسابي علشان شيء جميل مشاهدين ليالي الكويتي. اي والله شيء جميل. حمد نتعرف عليك اكثر. يعني الوالد قاعد يحاول يقنعك تدخل الوسط، وانت شويه متاني، شو اللي مخوفك؟ والله في تحفظ. انا من طرفي يعني عندي ميول كبير للدراسه وللبزنس ولتخصصي يعني. ففي تحفظ بالنسبه للمجال الفني ككارير كخط اخذه يعني رسميا. لحد الان في تحفظ عليه الصراحه يعني. يعني انت يضايقك لو انك مثلا تغني يعني حسني غطي على موضوع دراستك وكذا لو غنيت؟ لا والله، لكن هي هواية حاليا يعني. هواية وبالعكس شيء جميل يعني. أنا أدندن بين ربعي القراب وبين الأهل وشيء حلو بالعكس. أوهقك بعد بما أنه خلاص يعني إحنا في فترة الوهقة. أبي عندنا بعد شنو هلالية تقول تحية الأفضل ضيف، ذوق وفن واحترام يا فخر الكويت، هلا بالعملاق الفندي، وتحية من أرض السلطنة الأخت عمانية. يلا أبشر بالسمك عين. يا هلا مرحبا فيهم. يا هلا مرحبا فيهم. يا هلا مرحبا فيهم العمان عزيزين علينا. الله يسلمك. حمد نرجع لك. أبيك تدندن شيء بروحك حتى من غير العود. اي والله حمد تكفى. شيء من اللي أنت بينك وبين نفسك تغني شنو؟ والله شغلات كثيرة يعني. مثلا أنا أحب محمد عبده الصراحة. الله. يلا خلنا نسمع. يلا خلنا نسمع المنورة. يلا. شنو؟ كيف ترى بدون عود حمد كذي؟ اي كيفك؟ مثلا مثلا كل ما نسنس. الله الله الله. كل ما نسنس، كل ما نسنس من الغرب يهبوا حمل الناس وسلام. ولا ما احتسهل، ولا ما احتسهل في عرض الجنوب عانق رموز الغرام. لك حبيب ما نسى كلمته دايم عسى، لك حبيب ما نسى كلمته علو عسى. اطلب الله وارتجيه
صبح يومي والمساء. شوف انا ما جامل، شوف انا ما جامل، انت قاعد تغني صوتك وايد حلو بس عندك تسرع، قاعد تسرع، لا تخلص بسرعه ترى يعني ايه كنا واجد ترى لو تحب الاغنيه اللي قاعد تغنيها بدا احنا موهقين بس والله صوت حلو هذا مو مره. لا بالعكس يعني شوف ما شاء الله عليك فعلا هذا الشبل من هذا الاسد واحنا نفتخر بوجودك. نتمنى دفعه اقوى وتكون واثق اكثر ونبي نسوي لك تسجيل بعض الاغنيات عندنا بالليالي الكويت. يلا يلا البداية من عندكم. البداية من عندكم أهم شيء بهذا المرحلة يبدأ صحيح. صح. ما نبي يعني يبتدي. يعني صراحة الأبناء الفنانين ما شاء الله يبدعون. نعم. يعني عندنا الحين مطرف المطرف على الساحة الغنائية. نعم. مبدع. نعم. صوت نعم. جميل جدا ويعني فعلا هذا النجم. نعم. القادم. نعم. حق الكويت. نعم. بإذن الله. نبي حمد فيصل السعد. الله نتارك الاختيار حقه إذا حاب الساحة موجودة. وهذا الميدان يا حميدان فرص كثيره واغلب يعني دائما لما الوالد يكون عنده لقاء او كذا في طلب يكون مثلا يعني معاه في اللقاء. حلو. بس انا اخر فتره الصراحه ما قمت اطلع يعني كثير لان الدراسه والاي والله ما يشجعونك يلا غني ولا بنشوفك تجي المسرح والله اي صراحه اي والله اي والله في تشجيع لكن انا من طرفي الصراحه متأني. يعني التأني على الموضوع والتحفظ الصراحة. أي أيوة والله لا تأنى بس لا تحفظ. نبي نسمع أغنية من حضرتك. راح طبعا نقول لكم سامري اليوم ما قلنا لكم سامري أي ترى الطلب عليها بتويتر عجيب. تبي تغنيها الحين ولا بعد الفاصل كيفك؟ اللي تبونه ما في مشكلة بعد الفاصل. مشكور وايد حمد ويعطيك العافية وآسفين إذا أزعجناك لكن استمتعنا جدا بوجودك. شرفت. مشكورين موفق خير إن شاء الله. يلا مشاهدينا فاصل صغير ونرجع لكم مع الصوت الجميل وليلة السعد. دلعني بزل من ولد ليش بزل مرتزة قلت لي بزل مرتزة أنا ولولو ربع بس شوية ستايلنا غير عن بعض فأتوقع أن إحنا ما رح أفكارنا ما رح تكون شذي متناغمة. تج بزة تعجبني شخصيتها وايد غير أنها ستايل آيكون فاشن معنا نختلف بالذوق بس يعجبني ذوقها لأنه ما أقدر عليه ما أعرف أسويه. الحين رح أسولف لك عن يعني يلا يا بنتي I love vintage. عندي يعني دل بوزو مو ديزاينر دل بوزو ارتست يسوي هدوم. تولين فروم فينتج بزة يلا باي. تابعونا في ليالي الكويت مع الفنان الشعبي سعود المزيعل. وسهرة خاصة بمناسبة العيد الوطني. الأحد الجاي مع الفنان الشعبي سعود المزيعل. قلت وقفي لي وارفعي البوشي
احسبك روميه ثاني الزهور مقرضه يا اخوان شفتيني الجدايل واحسبك روميه ثاني الزهور مقرضه يا اخوان انت وقفيني وارفعي الوشيه خلي محمد. يسلم صوتك يا ابو حمد. بس ابو حمد انا عندي سؤال. تفضل. يعني بحكم خبرتك وكذي يعني الاغاني هذه عمرها اكثر يمكن من 40 سنه تقريبا تغنت هذه. زين يعني ليش دائما تنطلب بالاعراس ولا زالت تحرك فينا شيء من داخل وما طلعت حتى اغاني ضاهيها امانه أي. رغم ان الالات المستخدمه كانت بسيطه حيل ما شفنا بديل لها صراحه يعني للحين العروس تطلب يمكن هالاغاني او المعرس كذا. اي الأغاني عبارة عن كلمات ولحن ومطرب أداء. إذا كان كلمات الأغنية جميلة جدا فإنها راح تبقى. صحيح. وإذا كانت ملحنة بعد هذا أفضل. يعني ملحنة لحن جيد تكون أفضل.
آخر شيء يجي المطرب على فكرة، ترى أهم شيء بالأغنية الكلام، بعدين اللحن بعدين المطرب. إذا تأدت بشكل جيد فأنا راح تصير يعني خلاص فوريفر. الله. يعني فعلا يعني هالأغاني والله غادة، يعني فعلا قاعد أقول حق يعني أبو حمد الأغاني اللي نحن نتحرك فيها إن شاء الله من داخل، كنا نتمنى أن تكون في أغاني الظاهي. عندنا أغاني، عندنا أغاني أنا مسميهم أغاني المغرر، هذه من أول ما بديت لحد الآن نغنيها أغاني كويتية وكل المطربين يغنونها حتى العرب. يعني يا منيتي غالي غالي، يعني في أغاني هذه خلاص هذه بصمة لازم تتغنى في كل وقت. الله أبو حمد والوقت معاك بسرعة. شكرا لوجودك معنا واستمتعنا وايد بهذا اللقاء، وراح نختم معاك أغنية وطنية لأن خلاص مشاهدينا يعني كلها كم يوم وراح نحتفل 25 و 26 فبراير، وحبينا ننوه لحضراتكم أن يعني تلفزيون الكويت مجهز لكم أشياء قوية 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 وفعاليات من قرية يوم البحار بإذن الله. راح يدون الشباب من الغد راح يكونون موجودين معاكم على الهواء، وفي عروض مسرحية خاصة بالطفل، وراح نكون احنا معاكم في ليالي الكويت يوم السبت استثنائيا ان شاء الله. أكيد. راح تكون حلقة خاصة والحلقات الجاية كلها بمناسبة الأعياد الوطنية، وعندنا بعد اكيد وايضا طبعا راح تكون في اسواق المباركية حفلات غنائية ومسابقات جماهيرية، وهذه طبعا دعوة من تلفزيون دولة الكويت لحضور هذه الفعاليات والدائم أفراحك. يا رب الله يحفظ الجميع ويحفظ لنا ديرتنا الغالية، ونشوفكم على خير إن شاء الله. أغنية وطنية من فيصل السعد. نعم نحبك. نعم نحبك اللي انت فيك. نعم نعم نحبك. نعم اللي انت فيك. نعم يحميك لنا الله، يحميك لنا الله، يحميك لنا الله، الله يصونك. نعم نحبك واللي انت فيه جنة. نعم نحبك واللي انت فيه جنة. يحمج لنا الله، يحمج لنا الله، يحمج لنا الله، الله يصور دمع عليك دمع عليك. ويا زين اسمك بين البلدين، بين البلدين، بين البلدين، الله يحرسك ويحمج من العين، ويحمج من العين، يحمج من العين. ويا زين اسمك يا كويت بين البلدين، بين البلدين، بين البلدين، الله يحرسك ويحمج من العين، ويحمج من العين، يحمج من العين. ويا صيد مذكور الخير ما زال، الخير ما زال، ويا شعلة من نور من عطر الأجيال، من عطر الأجيال. ويا صيد مذكور الخير ما زال، الخير ما زال، يا شعلة من نور عطر الأجيال، عطر الأجيال. يحمج لنا الله، يحمج لنا الله، يحمج لنا الله، الله يصون جمع الجنة، جمع الجنة. ويا كويت عزك عزنا، يا كويت يا أغلى حسن في قلوبنا، يا كويت. ويا كويت عزك عزنا، يا أحلى اسم في قلوبنا، يا كويت. اسمك بلا أجدادنا، فعلك نشيد أولادنا. اسمك بلا أجدادنا، فعلك نشيد أولادنا. ويا كويت عزك عزنا، يا كويت يا أحلى اسم في قلوبنا، يا كويت. يا كويت عزك عزنا، يا كويت أحلى اسم قلوبنا، يا كويت. اسمك بلا أجدادنا، وعدك نسيت أولادنا. اسمك بلا أجدادنا، يا والله وفعلك نسيت أولادنا. ويحمج لنا الله، يحمج لنا الله، يحمج لنا الله، الله يصونك دمع عليك النعم.
نعم.